صلى. تعلم من أبيه كذلك قيام الليل، ولكن هناك موقف من الجدير أن نذكره. يذكر لي أباه وهو حاضر بيننا، ونسأل الله أن يصبره ويعوضه خيرا، لأن عبد الله كانت القوى تخور، ففي البداية كان يستطيع أن يصلي قائما، ولم ينتقل إلى القعود إلا بعد ما أنهكه المرض. فكان يقول لأبي: أنا أستطيع، أقدر أقوم به، أقوم أصلي بيد قائم. وهناك من يأتي بكرسي ليصلي في المساجد ويستطيع أن يجول ويصول في الأسواق وغيرها، لكن يقل قليل، سبب بسيط جاب له كرسي يصلي في المسجد. فعبد الله جاهد نفسه حتى إذا أنهكه المرض انتقل إلى هيئة القعود، وبقي على ذلك يصلي مع أباه. فعندما علم فضل قيام الليل سأله أباه في يوم من الأيام، فقال له: يا عبد الله، لماذا تصلي قيام الليل؟ فببراءة صافية خالصة قال: حتى أدخل الجنة، حتى أدخل الجنة،